السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أولى ثانوي، إن شاء الله تكونوا بخير. بإذن الله معادنا النهاردة مع استكمال فقرة إعدام السيادة، أو طبعا بنتكلم إن إحنا خلصنا إعدام السيادة، بنكمل بقى إخواتها اللي هم تبع تداخل فعل الجينات. النهاردة معادنا على حاجة اسمها الجينات المتكاملة والجينات المميتة. حوار الجينات المتكاملة، الأول بس أفهم إن أنا إزاي قدامي كده، إزاي قدامي أربع رموز، يعني بتكلم في أربع عوامل، عاملين وعاملين، إزاي بيجيبوا صفة واحدة؟ زي ما أنا شايف قدامي كده، نبات سيت الزهور أظهره بيضاء بس، يعني أنا متعود إن الصفة الواحدة تظهر بعاملين، والأربع عوامل دول بيكونوا لصفتين. النهاردة فوجئت بحاجة مهمة جدا، فوجئت إن أنا عندي أربع عوامل لصفة واحدة. هو ده قصة إن في حاجة اسمها جينات متكاملة. تعالوا نشوفها الأول. جينات متكاملة، ما انت عايز تقول لي ان في جين سائد، ادي زوج من الجينات اللي هو A كابتل A كابتل، اجتمع مع زوج من الجينات اللي هو B كابتل B كابتل. ها، يبقى كده عندي كام زوج من الجينات؟ زوجين. ده بيحمل جينات، ده بيحمل جينات. عند اجتماع الكابتل مع الكابتل، يعني السائد مع السائد، بيظهر لي اللون السائد اللي هو لون البازل لاء. طبعا كلمة جينات متكاملة الأول نبقى عارفين أنها في بازل لاء الزهور، يعني البسلة بتاعتنا، بس مش شغل الخضر بقى اللي هو بنتكلم فيه على إيه، على البذرة وشكل البذرة ولون البذرة والقرن ومش القرن وكده. لا، هنا بنتكلم على الأزهار في البازل لاء، لها قانون لوحده اسمه قانون الجينات المتكاملة، اللي هو إيه كابتل إيه كابتل بي كابتل بي كابتل. عندي بمنتهى السهوله كده الاي كابتل اي كابتل بي كابتل بي كابتل، ده معناها ان انا بتكلم في سائد مع سائد. كده معايا اللون البنفسجي او اللون القرمزي اللي هو اللون الاحمر طبعا في البازل لا. طيب ايه تاني البنفسجي ممكن يجي ازاي تاني؟ احنا اتفقنا عشان يجي اللون السائد او اللون البنفسجي لازم على الاقل جين سائد من الزوج الاول مع جين سائد من الزوج الثاني. تعال نشوف كده، اي كابتل سمول، ها الزوج الاولاني في واحد بس سائد واحد بس كابتل، بي كابتل بي كابتل برضو ده هيطلع لي لون ايه؟ بنفسجي، لان كفايه ايه كابتل ومعاه بي كابتل مليان من التاني، كفايه واحده واحده كابتل، كفايه واحده واحده الاثنين سائدين. طب هدي كده، ايه كابتل اسمول بي كابتل بي سمول، ها بنفسجي لان في كابتل من هنا مع كابتل من هنا. طيب اللي بعدها بنقول ايه كابتل ايه كابتل بي كابتل بي سمول، ده سائد وده واحد سائد كفايه، يبقى خلاص انتهى الامر بالنسبه لي. متى يظهر اللون او الصفه السائده في الجينات المتكامله؟ عند اجتماع ها جينين سائدين، على الاقل جين سائد من كل زوج، كفايه كابتل واحد وكفايه كابتل واحد من كل زوج، كده لون بنفسجي. امال اللون المتنحي او الازهار المتنحيه اللي هي الازهار البيضاء تيجي امتى؟ طبعا هنا قدامي في اربع طرز، اربع طرز اهم، ادي طرز ادي الثاني ادي الثالث ادي الرابع، دول اربع طرز جينيه لمنظر او شكل مظهري واحد اللي هو اللون البنفسجي. طيب تعال نشوف الثانيه كده، نشوف مع بعض بيقول لي ايه. ده انا قلت ان في ايه كابتل ايه كابتل بي كابتل بي سمول، فايس عامل دي من شويه ان هي ايه، ها ان هي بنفسجي. لو انا عملت حركة واحدة بس كده، قمت جاي ماسح كده وشلت دي وحطيت بدلها دي، اصبح اللون ابيض. ليه؟ لاني ما عنديش سائد غير من نوع واحد بس، يعني الايهاد بس اللي فيها السائد، انما الزوج التاني اللي هو البي اللي هو الزوج اللي بيكمل تكامل، اسمه جينات متكاملة، لان انا لازم اتكامل عشان اجمع الصفة. جينات متكاملة يعني لابد من اجتماع جين سائد من الزوج الاول مع جين سائد من الزوج التاني عشان اظهر الصفة، هو ده التكامل. يبقى التكامل ما بيحصلش غير باجتماع زوج من الجينات مع بعض. فالمهم هنا في ايه كابتل بس وهنا بي سمول بس، طب ما خلاص يبقى لون الابيض، لان لازم عشان السائد او البنفسجي يظهر لازم كابتل وكابتل. طيب هنا كابتل وفي سمول يبقى ده ابيض، برضو ده ايه كابتل سمول بي سمول بي سمول، مفيش غير واحد بس كابتل من الايه، بس مفيش حاجة في البيهات خالص. طيب سمول سمول بي كابتل بي كابتل، الكابتل في البي بس مفيش كابتل في الايه، كده التكامل ما بيكملش اللون السائد، كده كله ابيض لسه، كده ابيض. يلا اللي بعدها،
ما اجي اقول لك ايه بقى؟ اسمول اسمول بي كابتل بسمول، هي واحدة بس سايدة في البي، ما ينفعش. الأخيرة اسمول اسمول بسمول بسمول، كله أبيض ها متنحي ومع متنحي، يبقى دوت بيعبر عن اللون الإيه؟ الأزهار البيضاء، اللون الأبيض. يبقى أنا عندي 5 طرق جينية، 1 2 3 4 5 للون الأبيض، وأربعة جينية للون البنفسجي. هو ده حوار الجينات المتكاملة. طيب تعالوا بقى نشوف بتتورث إزاي. تعالوا يلا بصوا كده، لما نروح هناك هنلاقي الجيل الأول B1 G1 F1. في الجيل الأول زي ما احنا شايفين إن في أزهار بيضاء، عرفت منين إنها بيضاء؟ لأن زوج الجينات اللي تكاملوا عشان يجيبوها أحدهم سائد والآخر متناحي، مفيش غير A كابيتال بس في يمة والبي سمول في اليمة التانية، خلاص أنا كده لبست ده لون أبيض. طب ده أبيض برضه ليه؟ أه عشان في اليمة دي في A سمول، اليمة دي في B كابيتال، ما كانش في A كابيتال وB كابيتال عشان خاطر أجيب البنفسجي، خلاص كده يبقى هنا أبيض وأبيض. يبقى ده الوحيدة الصفة أو الحالة الوحيدة اللي فيها متنحي مع متنحي يجيب سائد. الأبيض والأبيض لما اتجوزوا مع بعض إيه اللي حصل؟ حصل إن جت جميع الأفراد بنسبة 100% بنفسجية. ليه عملنا إيه؟ إحنا خدنا A كابيتال، أدي مشيك، وأدي B سمول، كده نوع واحد من الأمشاك. وبعدين A سمول، وأدي B كابيتال، نوع واحد من الأمشاك. يبقى نوع ونوع. دول بقى كلهم إيه؟ ها؟ يلا A كابيتال A سمول B كابيتال B سمول. وهتعودنا لما الـ A كابيتال تتجمع مع الـ B كابيتال كده سائد من جهة أو سائد من زوج وسائد من زوج آخر تظهر الصفة السائدة، يبقى 100% بنفسجي. طيب أهم 100% في الجيل الأول. طيب تعالوا بقى نشوف إيه اللي حصل تاني. تعالوا بعد كده دخلنا على الجيل التاني اللي إحنا جبنا أفراد الجيل الأول اللي هي الكرموزية اللي هي المنظر ده وجوزناها مع بعض. هنجوزها مع بعض ازاي؟ تعالوا نشوف. يلا يا جماعه دي بي 2 اباء الجيل الثاني اللي هم افراد جيل اول، ايه كابيتال اسمول بي كابيتال بي سمول، في ايه كابيتال اسمول بي كابيتال بي سمول. طيب احنا متعودين ان احنا بنشوف ان الفرد ده هجين اهوت هجين ها في جينين، هجين في زوج من الجينات، هجيب 4 انواع من الامشاج. ازاي؟ A كابيتال B كابيتال نزلت الأولى مع الثانية، A كابيتال B سمول، سمول B كابيتال، سمول B سمول، في A كابيتال B كابيتال، A كابيتال B سمول، سمول B كابيتال، سمول B سمول. حلو الكلام؟ وأربعة في أربعة بـ16. وتعالوا نضرب، أدي A كابيتال A كابيتال، ها B كابيتال B كابيتال كرموزي. يلا A كابيتال A كابيتال B كابيتال B سمول كرموزي. ليه؟ لأن في كابيتال مع كابيتال، في هي كابيتال بهي كابيتال. طيب ده ليه كرموزي؟ عشان في A كابيتال أهي مع B كابيتال أهي، طبعا الـ A سمول والـ B سمول بينزلوا عادي. طيب يبقى بنعمل مربعنا عادي، ضربياتنا بنضرب دي في دي، ها يعني الأربعة دول كلهم مضروبين في دي، أدي صف، والأربعة دول كلهم في دي، أدي صف، ودول كلهم في دي صف، ودول كلهم في الاخيره صف. فجبت 16 مربع. ال 16 مربع دول ماشيين ازاي؟ لما الاقي حاجه فيها كابيتال من الاي، كابيتال واحده حتى، حرف كابيتال واحد او عامل سائد واحد من الاي، وقصاده عامل سائد واحد من البي، خلاص خلصت. كده خلصت حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها ان انا كملت الجينات وظهرت الصفه السائده اللي هي اللون البنفسجي. انما امتى يبقى ابيض؟ لما الاقي احد الجينات بس اللي سائد، احد الازواج بس اللي سائد والتاني متنحي. ادي ياما فيها A سمول مفيش A هات كابيتال، خلاص ما دام مفيش A هي كابيتال ان شاء الله يكون الباقي كله كابيتال، خلاص الابيض يظهر او كله متنحي، اه الابيض يظهر. طلع لي في الاخر ايه؟ انا يعني عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 افراد من اللون السائد اللي هو اللون القرمزي الى 7 ابيض، 1 2 3 4 5 6 7. يبقى النسبه بتاعتي في الاخر بتكون كام لكام؟ بتكون 9 الى 7، زي ما احنا شايفين كده 9 ازهار قرمزيه ها الى 7 ازهار بيضاء، ده في الجيل الثاني. حلو الكلام. السؤال بقى النسبه ديت تتحفظ ليه؟ عشان هو بيقارن كتير ما بين نسب الجيل الثاني في كل القوانين.
قانون مندل الأول كانت النسبة 3 ل 1، قانون مندل الثاني كانت النسبة 9 إلى 3 إلى 3 إلى 1، انعدام السيادة كانت النسبة في الجيل الثاني 1 إلى 2 إلى 1. الجهات المتكاملة 9 إلى 7، ما ننساش يا جماعة 9 سائد إلى 7 متنحي، 9 سائد أزهار كرمزية إلى 7 متنحي أزهار بيضاء. وفهمنا يعني إيه حوار أبيض، وفهمنا يعني إيه حوار بنفسجي. البنفسجي لازم حاجة كابتل تيجي مع حاجة كابتل، بمعنى كده يعني لازم ألاقي إيه هاية كابتل على الأقل قصادها بهاية في اليمة التانية كابتل عشان أقول لهم كرمزي. إنما الأبيض ليه أبيض؟ لأن للأسف مفيش غير واحدة بس سايدة قصادها الباقي كله متنحي في الزوج التاني، مفيش حاجة كابتل قصاد. هي دي القصة بتاعت الأبيض وبتاعت البنفسجي في الجينات المتكاملة. كلام سليم. دي أول حاجة معانا في درس النهاردة، الجينات المتكاملة. بتتفهم أكتر وأكتر يا حبايبي لما بنطبق عليها بأسئلة بقى. إن شاء الله بإذن الله هنشوف مع بعض في نفس درسنا النهاردة في نهاية الدرس الأسئلة بتاعتنا بتطبق إزاي. هنشوف ونكمل ونخش على حاجة تانية. عندنا حاجة برضو من ضمن انعدام أو من ضمن الجينات المتكاملة أو من ضمن تدخل فيها الجينات حاجة اسمها الجينات المميتة. نشوف كده. الحوار اللي عندي ده أنا شايف إن فيه فئران لونها أصفر، والفئران ديت عملت تزاوج وفي الآخر ظهر أفراد في منها أصفر وفي منها رمادي. طب تعالوا نشوف القصة دي ماشية إزاي. يلا بصوا كده. ما يبقى عندي حاجة اسمها الجينات المميتة. ايه هي الجينات المميتة دي؟ بصوا كده في بعض الانواع من الكائنات بيقول لي اذا حصل ان في بعض الصفات لو ظهرت بصفة نقية نقية يعني العاملين شكل بعض يحصل موت لربع النسل. ازاي؟ بصوا معايا. كلمة الجينات المميتة، جينات لو وجدت نقية. يعني ايه نقية؟ يعني ممكن تبقى نقية سيدة كده ايه كابتل ايه كابتل، ساعتها الافراد دي بالمنظر الجيني ده ساعتها بيحصل لها عملية موت. بس الكلام ده في بعض انواع الكائنات. في انواع تانية بيبقى لو ظهرت ان هي سمول يعني لو ظهرت نقية بس متنحية بيحصل برضو موت في بعض انواع الكائنات. طيب كان ده ازاي؟ احنا عندنا في نوعين من الجينات المميتة. في حاجة اسمها جينات المميتة السائدة، حاجة اسمها الجينات المميتة المتنحية. بمعنى ان انا لو جيت مثلا وجوزت افراد زي ما نشوفه بعض من شوية. بصوا كده انا عندي واي كابتل واي سمول، في واي كابتل واي سمول، ده لون اصفر وده لون اصفر. عندنا سلاله فئران اسمها الفئران الصفراء. كنا عارفين ان الفئران في منها الصفراء والرماديه، واللي احنا بنشوفه في بيئتنا هنا في مصر عموما بيبقى رماديه. طبعا ده حسب البيئه، بس معظم الفئران المنتشره في العالم فئران لونها صفراء، اللي هي الصفراء او البيضاء دي اللي احنا بنشوف معظمها في الفئران تجارب كتير 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 طبعا. طيب فانا قلت ان في اباء في لون اصفر للشعر بس هجين، واصفر للشعر بس هجين، قمت جاي عامل الامشاج لقيت نفسي بيجي لي ان في مشيج واي كابتل ومشيج واي سمول، ادي مشيج وادي مشيج. فاليما التانيه برضو في واي كابتل وبعدين في واي سمول، ادي كده نوعين من الامشاج نوعين من الامشاج. لما جيت بقى اعمل التزاوج واجيب الافراد بتاعتي، بصوا كده ركزوا معايا، هلاقي واي كابتل مع واي كابتل، واي كابتل واي كابتل، واي كابتل واي سمول، ها واي كابتل واي سمول، واي سمول واي سمول. كده عندي اربع افراد. الاربع افراد بتوعي ماشيين ازاي؟ ادي شخص او فرد اللي هو واي كابتل واي كابتل، ده بنقول عليه اصفر او فئران لونها اصفر نقي، شعرها اصفر نقي. الى اتنين، طبعا ده نسبه واحد او 25%، الى 50% فئران لونها اصفر، بس طبعا ده اصفر هجين طبعا، تمام؟ بنسبه اتنين طبعا. الى واي واي، واي واي سمول ده اللي هو اللون المتنحي بتاعنا اللي هي فئران بنسبة 25% بس فئران ايه؟ رمادية. السؤال فين هنا حوار الجينات المميتة؟ انت قلت الجينات المميتة يعني ايه؟ يعني في بعض الانواع لو حصل ان الكائن موجود جيناته نقية العاملين شكل بعض بيحصل موت.
واحيانا بيكون الموت في تجمع جينين سائدين او اتنين متناحيتين. اللي انا بتكلم عليها دلوقتي ديت مش دي خالص. انا بتكلم عليها دلوقتي في حاله الفئران هي مين؟ هي السائده. ازاي؟ والله لما جوزنا فئران صفراء هجينه مع صفراء هجينه جالي اصفر نقي وجالي اصفر هجين وجالي رمادي. دول اللي هيعيشوا. الاصفر الهجين اللي هو بنسبه 2 هيعيش الى 1 اللي هي الرمادي. يبقى نسبه كام لكام؟ النسبه 2 الى 1 كده. نسبه الجهات المميته السائده 2 ل 1. ليه؟ لان ده اللي قدامي ده كده اللي هو النقي ده، ده فئران صفراء نقيه تموت داخل رحم الام ما بتتولدش اصلا. ده ربع النسل مفقود. يبقى يلا جينات مميته لو وجدت نقيه بصوره سائده او متناحيه تسبب توقف الحياه بيكون ربع النسل تقريبا. فعلا ربع النسل ها 25% انتهوا ماتوا. ليه؟ لان جم الاثنين بشكل نقي سائد. طبعا دي فئران صفراء نقيه مش موجوده، مفيش في حياتنا فرصفة. لما تشوفه بص على منظره الجيني تحليل جيني له استحاله تلاقي ان هو نقي، مستحيل. ايه اللي ممكن الاقيه في الجين بتاع اللون الاصفر؟ مش هلاقي غير ان فيه عندي حاجه اسمها واي كابيتال واي سمول، يعني الفئران الصفراء اللي عايشه في حياتنا كلها فئران هجينه. لا يوجد فئران صفراء نقيه، لان يعني النقي يموت في الرحم قبل الولاده. النقي الوحيد في الفئران هو الرمادي اللي هو واي سمول واي سمول، النقي المتنحي. انتهت. تعالوا نشوفها بقى. اهيت يا حبايب قلبي. يلا التوريث بتاعك اها. ها يلا عندي انثى صفراء اللون هجين مع ذكر اصفر اللون هجين. ادي امشاجك متوزعه عادي خالص. ادي واي كابتل، ادي واي سمول، ادي واي كابتل، ادي واي سمول. يلا واي كابتل واي كابتل. ادي فرد. اه نقي صح؟ بس نقي ايه؟ سائد. الاثنين كابتل. فئران صفراء نقية تموت في الرحم. هو ده ربع النسل 25% مفقود. هنا الفئران الصفراء الهجينة يلا مالها؟ والله ما هي موجودة. واي كابتل واي سمول، كابتل واي سمول ده بيعيش. اه عاش قدامك. اه تعيش. كم واحدة؟ هم اتنين. ادي واحدة وادي التانية، دول اتنين. إذا فئران رمادية تعيش، لأن هنا المتنحي النقي ما بيموتش في النوع ده. خلاص؟ هم عندي حاجتين عندك في المنهج اللي هم مثالين على مميتة سيدة، اللي هو واحد لون الشعر الأصفر في الفئران وسلالة البولدوج في الأبقار. يعني كنت أسلالة بولدوج في الأبقار برضو لو عندي حرفين كابتل طالعين، حرفين دول بيعبروا عن شخص ميت يموت في الرحم مش موجود أساسا. نفس التوريث ده. فالنسبة عندك كام؟ 2 لـ1. خلاص يا جماعة الموضوع بمنتهى السهولة. اه نسبة 1 إلى 2، 1 رمادية إلى 2 في إيران صفراء تعيش. دي حوالي الجينات الموتى السائدة. طيب هنروح بقى لحاجة تانية اللي اسمها الجينات الموتى المتنحية. بصوا كده حوار متنحي عندنا بقى مثالين. حاجة اسمها توريث لون الأخضر في النبات اللي هو الكلوروفيل. طبعا ده التوريث بتاع الكلوروفيل. نبات الزهور الأخضر مع الأخضر بيحصل إيه؟ وأوان بس كلمة جينات متنحية بتكلم فيها المرة دي على العاملين المتنحيين، العاملين الصغيرين لما يتجمعوا مع بعض هو ده الموت بقى. يبقى هناك كان مين اللي بيموت؟ كان بيموت الكابتل، الاثنين الكابتل اللي شكل بعض. هنا في الموتة المتنحية مين اللي يموت؟ الاثنين اللي سمول اللي شكل بعض. فاحنا هنجيب نبات ذرة أخضر هجين يعني كلوروفيل. سي دي معناها كلوروفيل. سي دي عشان جين الكلوروفيل. فجين كلوروفيل هجين. كلوروفيل هجين. لقحنا نبات ده مع النبات ده. حبة لقاح مع بويضة. عندي نوعين من الأمشاج. نوعين من الأمشاج. يلا يا باشا. سي كابتل سي كابتل. اه دي خضراء نقية. هنا مفيش موت هنا. لأن اتفقنا إن الجين المميت هنا متنحي. يعني الموت في الصغير. يلا وبعدين سي كابتل سي سمول سي كابتل سي سمول وبعدين سي سمول سي سمول. هنا ايه اللي حصل؟ قال لي في خضراء نقيه خضراء هجينه، يبقى في 3 اخضر الى سي سمول سي سمول. طلعت بقى بادرات بيضاء تذبل وتموت. لو عندي زرع ذره مثلا تلاقي عود الذره اللي طالع ده
طلعوا الدور اخضر جميل، في بقى اعدام دوره بتطلع لونها ابيض كده وصغيره وقصيره وما بتكملش، بتذبل وتموت. بتحصل في حالات نادره جدا، ده اسمه جين مميت. بيبقى العضو الدوره الابيض الصغير اللي ما كملش دوت، لو حد بيتابع ارض وبيزرع ارض اعرف ان هو الجينات بتاعته كده جينات متنحيه اللي احنا عبرنا عنها بالرمز سي سمول سي سمول. يبقى النسبه هنا كام؟ النسبه هنا 3 للا شيء، لان ده صحيح هينمو شويه بس مش هيكمل خلاص. يبقى 3-0 من الاخر، كان هناك 2-1 هنا 3-0. 3 اخضر انما كله في الاخر الابيض ده بدلات بيضاء تذبل وتموت. دي الجينات المميته الايه؟ الجينات المميته المتنحيه. انا عندي مثال تاني اصلا للجينات المميته المتنحيه دي، خليكم عارفين اللي هي مين؟ اللي هي بنتكلم في حاجه اسمها العته الطفولي. تعالوا نعمل لها شغل لوحدها كده. تعالوا. بصوا كده. لو عملت كده وقلت ان في عته طفولي كده. يلا. عندي مثلا A كابتل A كابتل. في A كابتل A كابتل. وعايز اورلس عته طفولي. ادي ايه؟ ها؟ ادي ايه؟ ادي A كابتل؟ ها؟ اسمه. يلا F ها؟ A كابتل A كابتل A كابتل اسمول A كابتل اسمول اسمول اسمول. هنا لو جه قال لي مين الافراد اللي هي عندها عته طفولي، والعته الطفولي ده يا جماعه المفروض ان هو مرض مميت اصلا قبل سن العاشره، الشخص ده بيموت او الطفل ده ربنا يعافينا بيموت. فلو جه قال لي مين الافراد اللي هتموت هنا، اقول له والله العته الطفولي انا درست ان هو جينات مميته متنحيه، يبقى لازم اشاور على مين؟ اشاور على دي كده واقول عليها ايه بقى؟ عباره عن افراد تصاب ها بالعته الطفولي قبل سن العاشره ثم ايه؟ ثم تموت. انما دي كلها افراد سليمه. انتهت القصه. هو ده حوار مين؟ حوار العته الطفولي تبع المتنحي اللي بيموت ربع الناس لها 25% بس من الافراد المتنحيه. انتهت قصه الجينات المميته. طيب عندي حوار الجينات المميته ان مش شرط، لو في طبعا في نبات الذره، طبعا نبات الذره بتاعنا مش شرط ان هو ما دام الكلوروفيل موجود واللي عندي حاجه مهمه لما خدتوها الحصه من شويه كده، لما خدته دي كده، لما خدته ان في عندي جين الكلوروفيل موجود يبقى خلاص يطلع لون اخضر، لا في حاجه تانية بقى. احيانا بيكون جين الكلوروفيل موجود بس الضوء مش موجود، يبقى دلوقتي في ظروف بيئيه بتاثر على فعل بعض الايه؟ بعض الجينات. ايه هو اثر الظروف البيئيه على فعل بعض الجينات؟ تعالوا نشوفها مع بعض. تاثير الظروف البيئيه على فعل بعض الجينات، عندي ممكن حاجه اسمها ملوثات الهواء. بصوا كده ها، ملوثات الهواء، الهواء الملوث. اتنين، عندي حاجة اسمها التعرض للإشعاع، الإشعاع. ثلاثة، عندي حاجة اسمها نقص الأكسجين. أربعة، عندي حاجة اسمها الضوء والحرارة. دول اسمهم ظروف بيئية بتأثر على بعض الجينات. تعالوا ناخد مثال منهم. لو أنا عندي نبات ذرة، نبات الذرة دوت لونه أخضر زي ما أنتم شايفين كده. تعالوا يلا. ادي النبات عادي خالص اهو. النبات دوت المفروض ان فيه جين الكلوروفيل. خلاص. يبقى هنا فيه ها كلوروفيل. بس انا جيت حاجات الضوء، قفلت كده على النبات ده وعملت ها حب للضوء. بعد فتره هنلاقي هذه البادرات بقت صفراء او بيضاء وتذبل وتموت. ليه؟ لاني ما ينفعش افعل جين واظهر اثر الكلوروفيل الا في وجود مين؟ في وجود الضوء. اديني مثال. عندنا الكرنب، نبات الكرنب. الكرنب ده بيكون في الارض كله متغلف من بره اخضر فاخضر، بس قلب الكرنب من جوه ابيض. احنا بنعمل بيه المحشي دوت، محشي الكرنب الجميل يعني. فالكرنب طبعا الكرنب يا جماعه كده، الكرنب النبات ها. لما كده يبقى انت قاعد تضرب محشي بقى. الله يكون في عونك بقى دلوقتي. كده بضرب محشي كده بدرس كرنب اللي هو النبات بتاعنا. الكرنب بتاعنا دوت ماله؟ الكرنب عباره عن نبات من بره لونه اخضر فاخضر لان الكلوروفيل الضوء شاف وفعل.
انها من جوه القلب ابيض. ليه؟ عشان في جين كلوروفيل جوه. بس مني الضوء ما اخترقش ما فعلش، فاللي اشتغلت الاسدات البيضاء عدمت اللون، وهي اللي ظهرت اكتر في الجهه الداخليه للكرومين. طب انا لو كشفت الورق الاخضر وسبت الورق الابيض دوت يتعرض للضوء والنبات مزروع في التربه لسه قبل ما اشيل الكرومين من الارض، هيبدا الجزء الخارجي دوت يخضر مع الوقت، يحصل له اخضرار لان جين الكلوروفيل موجود بس هيتفعل بسبب دخول الضوء. يبقى اثر الظروف البيئيه على فعل بعض الجينات. ايه حوارها؟ حوارها ان احنا بنتكلم على ان في عامل خارجي اسمه الضوء ياثر على ظهور الكلوروفيل او ظهور اللون الاخضر في نباتنا هدم. في حاجه ثانيه اسمها الحراره. عندنا ارانب اسمها ارانب الهيمالايا، بنلاقي في بعض اطرافها واجسامها كده، بنلاقي اطرافها اليدين والرجلين والانف والاذن في بعض الاجزاء سوداء كده. السواد ده جاي منين؟ جاي من انها بتلتصق مع البروده، يعني الارانب دي ساعات بتعيش في التلج كده في الجليد يعني. فملامسه الجليد تخلي الشعر الابيض بتاعها ده بيجي بداله ظهور لون اسود، يبقى جين اللون الاسود موجود في جسم الارنب من زمان. بس ايه اللي خلى الابيض جه؟ ان الحراره كانت مظبوطه، اول ما البروده جت بدا الشعر الابيض ده يتحول لاسمر بتفعيل جين اللون الاسمر بسبب البروده. يبقى مين اللي بيخلي لون الشعر الاسمر في الارنب يظهر؟ ان في عندي جين اسمه جين لون الشعر الاسود في ارانب الهيمالايا لا يظهر الا مع اثر البروده، اللي هو طبعا الاثر بتاع الحراره اللي احنا قلناها. خليكم عارفين بقى ان الحاجات دي كلها من المؤثرات اللي ممكن تاثر على فعل الجين. الجين يكون شغال ومظبوط مفيش فيه اي مشكله، بس يجي يفعل نفسه ويجي يظهر على الكائن للاسف البيئه تعمل مشكله. احنا خدنا اكبر مثال لينا الاشعاعات اللي اثرت لما امريكا ضربت هيروشيما وناجازاكي. ايه اللي حصل؟ اللي بتوع اليابان معظمهم بقى مشوه ومعظمهم بقت صفاتهم متقاربه. مش عارف هو ده الشغل، ان الملوثات الخارجيه او المؤثرات الخارجيه بتاثر على فعل بعض الايه؟ بعض الجين. كده حبايب قلبي نبقى عارفين ان احنا خلصنا درسنا اللي هو الجينات المتكامله والجينات المميته. دلوقتي يلا مع بعض نخش نحل بعض الاسئله. تعالوا نشوف يلا كده. بص كده السؤال الجامد ده. بيقول لي عند إجراء تهجين بين النبات عين والنبات لام، فما نسبة النباتات التي تحمل أزهار بيضاء في نسل الناتج؟ أولاً لازم في مشكلة بتقع فيها كلنا، إن إحنا ما بنحاولش نقرأ الرصد بتاع السؤال. تهجين نباتين من بسلة الزهور كلاهما أبيض الأزهار، مدام قال بسلة الزهور يا حبايبي يبقى لازم أتكلم على إن أنا إيه؟ ها شفت دي كده؟ يبقى كده الجينات المتكاملة. طيب بقول لي عند إجراء تهجين يعني تزاوج بين النبات عين والنبات لام، ادي عين ودي لام، تعال نجيب عين ولام. بصوا كده يلا 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 نجيب عين. ها ده عين اهو، اي كابتل اي كابتل بي كابتل بي كابتل. يلا يلا ها ادي عين، اي كابتل اي كابتل بي كابتل بي كابتل. طب ولام، اي كابتل اسمول بي كابتل بسمول. ها في ها اي كابتل اسمول، اي كابتل اسمول بي كابتل بي سمول، ده في ده. طيب ويقول لي نسبه الافراد او النباتات اللي تحمل ازهارا بيضاء في النسل الناتج. تعال يلا نجوز الاثنين دول في بعض، تعالوا ها بسرعه كده يلا. اي كابتل اسمول بي كابتل بي سمول يجيب اربع امشاج اللي هم كده. ها اي كابتل بي كابتل الاولى في الاولى، اي كابتل بي سمول سمول بي كابتل سمول بي سمول. ها يلا اي كابتل بي كابتل، ها اي كابتل بي سمول سمول بي كابتل سمول بي سمول. في كم نوع من الامشاج هنا؟ واحد بس اللي هو اي كابتل بي كابتل. يلا اي كابتل اي كابتل بي كابتل بي كابتل، ماشي ادي واحد. تعال نجيبها باللون الازرق بتاعها. ها اي كابتل اي كابتل ها بي كابتل بي كابتل. هنا اي كابتل اي كابتل بي كابتل بي سمول، اي كابتل اي كابتل بي كابتل بي سمول. طب هنا اي كابتل اسمول بي كابتل بي كابتل، والاخيره اي كابتل اسمول بي كابتل بي سمول. وبيقول لي نسبه الافراد التي تحمل ازهارا بيضاء. والله هنا في سائد اللي هو كابتل ها مع كابتل، بهايه وبهايه.
في إيهاية كابيتال بهاية كابيتال، كل ده لسه قرمزي أو بنفسجي، إيهاية بهاية إيهاية بهاية، بكله 100% طالع معايا قرمزي، خلاص انتهت القصة، يبقى صفر. طيب دي طريقة عادية. عايز أحل السؤال ده من هنا، يعني أشوف دول كده حل السؤال. أنا شايف المتنحي بس في اليمني صح؟ إنما الأب التاني ده فيه متنحي؟ مفهوش. يبقى مدام مفيش متنحي إلا في يمة واحدة، استحالة تظهر أزهار بيضاء، من البيضاء لازم ألاقي جينين متنحيين موجودين معايا، لازم ألاقي إن فيه يمة من اليمات على الأقل فيه بهين سمول أو إهين سمول. أنا عندي بهين سمول، عندي هنا بهين سمول واحدة في يمة دي، مش في اليمة التانية، فخلاص. أي مما يلي ينتج أكثر من نوع من الجاميتات؟ ها إحنا خدنا ها ده مين؟ أيوه ده النبات كان مين؟ كان لام، ده لام، وده كان مين؟ كان عين. ده جاب نوع واحد قدام عينها اه، ولام جاب كام؟ لام جاب 4، وبقول لي سين صاد عين لام. طب هو انا عندي اكتر من 4؟ خلاص هو ما عنديش غير لام، لان لام جايب لي كابيتال سمول بكابيتال بسمول، الوحيد اللي هو هجين في الصفتين ده كده بيجيب لي كام؟ 4 انواع من الامشاج على طول كده، لام مفيش ثاني بقى، وانت اقصى حاجه عندك 4 انواع من الامشاج وهي لام، لان سين بص سين كده كابيتال كابيتال بسمول بسمول بيجيب حاجه واحده كابيتال بسمول. طيب سمول بسمول سمول بسمول خلاص يبقى حاجه واحده برضه، يبقى جبت لام. طيب نسبه الافراد التي تعطي 4 انواع من الامشاج كام؟ بصوا كده هنعمل معاكم ايه، بصوا كده بصوا السؤال ده هيتجاوب ازاي. الافراد اللي يجيب 4 انواع من الامشاج هتطلع 4 مربعات من 16. 4 اجابتي يا جماعه اهي انا جاوبتها خلاص، 4 من 16 اللي هم مين؟ اللي هم دايما بيكونوا دول. بصوا دي كده بصوا 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 اه 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 دول كده ازاي؟ تعال نشوفهم، تعال كده نطلع طالعه بالراحه كده، تعال كده اه بص كده بص كده عملت ايه بالراحه اه. ايه اللي انا شايفه؟ ايه كابيتال اسمول بكابيتال بسمول ده بيجيب 4، ايه كابيتال اسمول بكابيتال بسمول ده بيجيب 4، ايه كابيتال اسمول بكابيتال بسمول بيجيب 4، ايه كابيتال اسمول بكابيتال بسمول بيجيب 4. نسبه الافراد اللي بتعمل 4 انواع من الامشاج دي مين؟ الافراد اللي هي فيها حرفين كابيتال او حرف كابيتال حرف سمول حرف حرف سمول، اللي هو الهجينه، الهجينه في الاثنين، الهجينه في نوعين الجينين بتوعنا، خلاص 4 مربعات من 16، من 16 مربع، سهلة خالص. تعالوا بقى نكمل أسئلتنا. بصوا كده بيقول يوجد في الأبقار جين مميت متنحي، فما نسبة الأفراد العادية الهجين الناتجة من تزاوج فردين متباين العوامل لهذا الجين؟ قال لي جين مميت متنحي وعايز العادية الهجين بقى، تعال نجوز فردين متباينين العوامل لهذا الجين، متباينين العوامل يعني هجينين، يعني جوزت كده اي كابيتال سمول في اي كابيتال سمول، دي متباين العوامل. يلا يا عم امشاج ها ادي اي كابيتال ها ادي سمول ها ادي اي كابيتال ادي سمول، يلا يا عم افراد ها اي كابيتال اي كابيتال اي كابيتال سمول اي كابيتال سمول سمول سمول. هو قال لي جين مميت متنحي، يبقى انا هختار مين اللي مات؟ ده اللي مات، ده مميت، ميت ميت في الابقار، خلاص كده. هو عايز نسبه الافراد العاديه الهجين الناتجه من تزاوج فردين متباين العوامل لهذا الجين. والله الافراد العاديه الهجين قدام عينيا اهي 2 ودي واحده اهيت، خلاص ما عنديش غير ان انا اختار كام؟ اختار 50% اللي هم العاديه الهجين اللي قدام عينيا. لكن طبعا ده 25% ميت، ده 25% سليم بس ايه نقي، انما ده هجين وعايز الهجين، اجابتي 50%. شوف مع بعض حاجه كمان كده، بيقول لي تميز ارنب الهيمالايا بان اطراف جسمها كالاقدام والذيل والاذنين ومنطقه الانف والفم تكون سوداء. احنا قلنا طبعا سوداء دائما، قلنا السبب في كده ايه؟ ان كان في ملامسه للبروده، جين البروده او جين اللون الاسود بيظهر مع البروده.
بينما لون الجسم ابيض، فعندما ازيل الشعر الابيض من ظهر الارنب وحطينا فوقه وربط فوقه كيس به قطعه من الثلج فترات طويله، انما الشعر تحته اسود بعكس باقي الشعر المحيط. كده مين العامل البيئي المؤثر على صفه اللون الاسود؟ طبعا العامل البيئي هنا مين؟ البروده، اللي هو طبعا هنا بنتكلم على ايه؟ الحراره، عامل الحراره، درجه الحراره، درجه الحراره، بس بين قوسين بكتب كده البروده. طيب الذيل والاذنين والاقدام ومنطقه الانف والفم السوداء اللون بينما الباقي ابيض، اقول له كده لان جين اللون الاسود للشعر يظهر اثره في البروده او مع البروده. بس نمو الشعر باللون الاسود اسفل كيس الثلج، خلاص نفس الحوار، ان بروده الثلج عملت على تفعيل اثر جين اللون الاسود. سهله خالص يا جماعه، احنا اصلا احنا قلناها في شرحنا يعني، فدي حاجه فكره مفهومه بالنسبه لنا. نشوف غيره، يلا هنا بيقول لي سيد طبعا مستويات عليا جامده جدا، تعال نشوف مع بعض. يلا بيقول لي عند تهجين نبات بسيط الزهور ابيض الازهار مع اخر قرمزي الازهار كانت ثلاث اثمان الناتج، يعني ثلاثه من ثمانيه، ثلاث افراد من ثمانيه قرمزي الازهار وخمسه على ثمانيه من الناتج ابيض الازهار، اي مما يلي يمثل التركيب الجيني للابد. انا ممكن احل المساله دي بطريقه شيك قوي، ان انا اشوف مين الجوازه او مين التزاوج او مين التهجين في دول اللي هيجيب ثمان افراد، وبكده يبقى حليت الاجابه بتاعتي. طيب تعال نشوف كده، ايه كابتل اسمول بكابتل بسمول ده هجيب كام نشيج؟ هجيب اربع امشاج. في اسم ايه كابتل، بص ما هو ايه كابتل بسمول بسمول ده كده ادي ايه كابتل بسمول، وهنا ده يجيب اربعه، يبقى ده اربعه في كام؟ هنا اربع امشاج في مشيج واحد، كده اربعه في واحد باربعه، يبقى مفيش ثمان افراد هنا، احنا قلنا فيهم كلهم كام فرد؟ ثمانيه، خمسه ابيض وثلاثه ايه؟ كرمزي. طب ايه كابتل بكابتل بسمول ده يجيب اثنين بس، هجيب ايه كابتل بكابتل وايه كابتل بسمول ده يجيب اثنين، وده ها هجيب في صفه ونقي في صفه هيجيب اثنين، اثنين في اثنين ده برضه بيجيب اربعه، مش نافع، يبقى على طول ده اكس على ده اكس على ده، انا عايز اختيار يجيب ثمانيه. طيب ايه كابتل اسمول بكابتل بسمول ده اربع امشاج، ايه كابتل اسمول بسمول بسمول ده كام مشيج؟ بيجيب مشيجين، ما هو ايه كابتل وبسمول واسمول بسمول كده 2 في 4 بكام؟ ب 8، على طول كده تجيب جيم دي الاجابه على طول، منتهى الذكاء. طيب ايه كابتل بكابتل بسمول ده بيجيب 2، سمول اسمول بكابتل بكابتل ده بيجيب 1، اجيب 2 بس، يبقى اجابتي طبعا جيم لان فيها 8. تعال نشوف اللي بعد كده، بيقول لي من المخطط التالي معايا جين سين وجين صاد والمركب ماشي كده او المخطط ماشي كده، مركب ابتدائي وبعدين في جين سين كون انزيم سين فظهر مركب وسطي، وبعدين في جين صاد اشتغل بس بيقول لي عدم تكون انزيم صاد، يبقى في خلل في جين حصل فالانزيم صاد ما جاش، في صفه نهائيه كده، في جين شغال جين مش شغال، يبقى مين الفرد في الصفة النهائية؟ مادام واحد شغال والتاني مش شغال يبقى في حد سائد هيجي وحد متنحي هيبقى في اليمة التانية، احنا قلنا غياب الجين السائد يظهر الصفة المتنحية. هنا كابتل في الايه وكابتل في البي، هنا في الجينين اشتغلوا، هنا كابتل في الايه وسمول في البي، جين اشتغل جين ما اشتغلش، كده الاي كابتل دي بتاعت سين والبي سمول دي بتاعت صاد، اجابتي باء. هنا في واحد اشتغل والتاني اشتغل كابتل وكابتل، هنا مفيش حاجه اشتغلت خالص، وبالتالي اجابتي تبقى باء عشان في واحد اشتغل وظهر الجين السائد، واحد ما اشتغلش وظهر الجين المتنحي. كلام سليم. نشوف غيره، هنا بيقول لي قام احد الباحثين بدراسه على نوع من الحشرات حيث أجري تزاوج من فردين هجين لصفة محددة، فضعت الأنثى 480 بيضة ولم يفقس منها سوى 370 بيضة فقط، ثم قام بعد عدة تزاوجات متتالية من الأجيال الناتجة كما يلي،
تزوج الاول ها ايه كابيتال سمول سمول سمول، تاني ايه كابيتال سمول ايه كابيتال سمول، والتالت سمول 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 سمول. اي الرسومات البيانيه التاليه يمثل نسبه الافراد النقيه من نوعيه جنسيه الزوجه. تعال نشوف اول جوازه اللي هي ايه كابيتال سمول سمول سمول. اكيد هتعمل لي كده لو عملتها كده، بصوا كده هلاقي نفسي بقول كده ان في ايه كابيتال سمول سمول سمول، في سمول سمول، ادي ايه كابيتال مع سمول ها، وادي سمول مع سمول. النقيه نسبتها 50%، يبقى بي 1 فيها 50%. يلا فين بي 1 50%؟ ها عندي بي 1 50% في جيم والف وباء، او الف وباء وجيم، ماشي. طيب زوج الثاني بي 2 ايه كابيتال سمول ها، في ايه كابيتال سمول، تعال نجوزها يلا. يبقى عندي ايه كابيتال ايه كابيتال، الاولى في الاولى والاولى في الثانيه والاولى في الثانيه، الثانيه في الاولى والثانيه في الثانيه. يلا كم نقي عندي؟ والله عندي ها دي إيه سمول إيه سمول، وهنا ايه كابيتال ايه كابيتال، اقول له 50%. بس اقول لك ستوب، تنساش ان قال لك لم يفقس منها سوى 370 بيضه، يعني في ربع النسل مات، يبقى لازم في ربع من دول ميت. الربع ده يا اما متنحي يا اما سائد، صح كده؟ ما دام ما ذكرش يبقى انت بتاخد المتنحي، يبقى ده ميت مثلا، ده ميت مثلا كده. في النقي قد ايه؟ النقي 25% بس. ليه؟ لان ده مش هيحسب، يبقى نختار مثلا ان البي 2 25% كده احنا رايحين على جيم. تعال نشوف بقى البي 3 اها سمول سمول، في سمول طبعا هنا ما دام قال سمول سمول عايش يبقى كان اللي بيموت ده. حلو بقى خلاص تعال نعمل بصوا كده كده ده اللي هيموت. عرفت مين ده اللي هيموت؟ لان في جوازه ثالثه موجوده بالسمول، يبقى هنا المميت هنا مميت سائد مش موت متنحي. اسمول اسمول في اسمول اسمول هيطلع كله اسمول اسمول كده. المتنحي عندي او النقي عندي بنسبه 100% وخلاص اجابتي جيم. ها ان اول جوازه جابت ايه 50% اللي هو النقي، تاني جوازه جابت 25% ان ده ميت يبقى الربع دوت عايش، تالت جوازه كله اسمول اسمول اجابتي جيم. شوف غيره يلا هنا بيقول لي الرسومات البيانيه التاليه تعبر عن معدل نمو اربع مجموعات مختلفه من النباتات س ص ع ل زرعت في ظروف بيئيه متماثله، فاذا رمز لجين تكوين الكلوروفيل برمز س اجب. بص كويس ادي معدل نمو النبات مع الزمن، دي علاقه طرديه علاقه عكسيه علاقه ثابته علاقه بدايه وبدايه ونهايه خفيفه يعني خلاص. وبيقول لي اي من ما يلي يعبر عن نبات زرع تركيبه الجيني ها سي كابيتال سي سمول. لازم الاقي ان ما دام في كلوروفيل يبقى لازم الاقي في نمو كويس للنبات. ما هو مش معقول يكون في كلوروفيل ما فيش نمو، الكلوروفيل ده اصلا بتاع بناء الضوء بتاع الزرور اللون الاخضر. غصب عني بختار مين؟ بختار سي. الثانيه ولي اي مما يلي يعبر عن نبات ذره تركيبه الجيني سي سمول سي سمول. والله سي سمول سي سمول انت بتدور على مين؟ بتدور على حاجه ميته اصلا، يعني ده بادرات بيضاء تزبل وتموت، يبقى انت هتنمو ابيض ثم تموت، ما عنديش غير الاخ ده اللي هو اللام، النمو ثم موت. خلاص اجابتي سهله. وبكده يا حبايب قلبي اكون فنشت معاكم اسئلتنا. استنى مني الامتحان الالكتروني، استنى مني الواجب، استنى مني المراجعه الشامله اللي على الباب لما يخلص. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.